هذه قلت كسيف السنيق انا شويه قتلتني البني هذه يوم يجي على قلبي من ما تسيح متاع الحانوت اختر على المواطنين تو اختر واللي يتكلموا على دار ويقول لك شنو دخلك به احنا اليوم موجودين داخل اسوار المدينه العتيقه بالقيروان تحديدا وين الممر السياحي صبات البيجي اللي نلقاوه الحقيقه في الوضعيه هذه ووضعيه الممر السياحي صبات البيجي تعكس الصوره العامه البارشه بنايات داخل اسوار المدينه. سمير دابوسي حيره في النجاره التقليديه عندي تشكيات من البنيه التفنفيه اهل السقوط فهمتي مشيت تشكيت للبلديه يقولوا دار الاثار ودار الاثار يقولوا البلديه فهمتي والولاية معناها ما فهمتش انا شكون باش نشكي تمثل علينا اختر وتمثل على عبيد وتمثل على كل شيء فهمتي سمعت السقف طاح معناها وقت انا في الحانوت لهنا سمعت السقف نتاع البنيه من هنا طاح فهمتي وعنده مده 6 شهور السقف هذايا كان نوريكم انا العينه تشوفوا انت معناها كل شيء معناها جماعه على بعد 120 متر وجاوا يجريوا شو معناها من كثر القوه نتاع الطيحه اللي طاحت جاوا سمعوا جاوا يجري باش باش نقول لك مسؤولين هنا اسمح فيهم ما يجيك حد وما يطلع لك حتى نحن في خدمتنا في كل شيء ما تدري شيء تمشي تشكي للبلدية تفهم فيها يقول لك هاو دار الآثار تمشي لدار الآثار يقول لك البلدية تمشي للولاية يقول لك معتمدية ما فهمتش أنت مسؤول هنا علاش مسؤول ما تفهم شيء يقول لك الفلوس وين الفلوس كلمناه إجا شوف إجا هد لطول هدها فهمت هذي قلت كسيف السنيق أنا شوية قتلتني البنية ذي أول طيحة ساعة طيح ماشي بالنا قنبلة طاحت أنا وسمير النجار ما عنديش برشا من اللي طاحت تو احنا كنت عاديه وصدقني هز ولدي روضة ظل خايف نتعدى تحت ليته ذي خاطر متوقع مش تيح رتنا الدار ذي فهمتني ياسر راو اجت ادخل من داخل شوف فما ضرر شتيح فما شقوق فهمتني ضرتنا برشا هالدار ذي مسكر جي الدار الاثار توا عندهم 7 شهور 8 شهور او نجي نصلحوا توا نجي نصلحوا توا نجي نصلحوا ما يجي حد انا نخدم في الخضروين نخدم في الصناعه التقليديه وكاريه معناها الحانوت كاريه الحانوت معناها سبق قبل طاح الحانوت فهمت الشيره هذه طاحت وصلحتها وتوا ما نكذبش عليك ديما انا جاب ربي كل واقفه بالترميم ديما نجري ديما نجري اما راني ما نكذبش عليك ديما يجي على قلبي سيرتو راك شفت البارتي البرانيه كيفاش معناها كلي مبوطه ومعناها اذا كان طاحت ربي قدر خيره كهو المشكله اللي الديار اللي في الخضراوين واللي في حومه الجامع اكثريتهم مسكرينهم لا يرموا ولا يقدوا ولا يصلحوا ولا يسكنوا فيهم ناس يعني حتى حد متفقد حتى حد متفقد حتى انا حبيت قبل معناها باش على الدار الاثار كلمتهم وقتها كي طاح لي الحانوت والكل معاوني حتى حد بربي نداء بربي نداء للمسؤولين للي معناها يعرفوا ربي ويعرفونا رانا احنا ما يزيش ظروفنا يعني مبينا ربي وزيد معناها كان الله لا يقدر يتيح ولا قدي رانا باش نزيد معناها كما يقول لهم باش نزيد على الطين بله المحل هذا هي ارض مسيبه من داخل وفيها الحيط هذا البراني فهمني هذوما تو جاو كلمهم هذا جارهم وجاو وعينوها بك جاو مشيتهم عليها وشافوا العين والحيط خطر انا وشترى فيهم قدامهم مشقوق وفي حاله واختر على المواطنين طرف زنقه ضويقه ويتعدوا منها العباد فهمتني واختر على العباد اختر كبير ياسر ديال كلها الاهليه كلها تقريبا للتيح مش حتى كي تصب المطر اصبر انت ما شيء تصب هذيك من غادي يبدا من الماء يضيع من غادي الماء يبدا يضيع بوحدك ما لها خرج من هنا ياسر ما لها خرج مش واحد فما الكري يخلي لك الدار حتى للتيح برشا عباد تخلي تمثل مش برشا تمثل برشا اختار مش ما جي حد حد يتوقف جي حد حد واللي يتكلموا على دار ويقول لك شنو دخلك به عندي شي 40 سنه ولا قريب 45 سنه مسكر مسلمين فيها ورثه تبع دار العلاني هذيا شكينا تكلمنا قداش من مره لحيت لمن تنادي كلمتي واحد من الناس الويلي عليها ضرينا منها اصل حتى الحناش موجوده فيها الفاع موجوده فيها ماليها مسلمه فيها اصل هاكم كما تشوفوا خاربه طايح حجره حجره معناها ضرتنا من ناحيه الحيوط الكل من ناحيه نديهاكم تشوفوا ديجاكم قاعدين تتفرجوا فهمت لا حياه لمن تنادي الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه